ما شاء الله، ايش الكياتة، ايش الجمال، اهلا وسهلا فيك. ايش اسمك؟ ميرال ولمار، صح؟ انت ميرال؟ لا، لمار. لمار انت؟ ايه. انا متعمد اقول لك كذا، بشوف منتبهه ولا لا. اهلا وسهلا، اول شيء نورتينا انت والبنوتة لمار. عمرك 9 سنوات وعمرك 6 سنوات، صح؟ طيب، كيف بدأتي في السوشيال ميديا؟ متى بديتي؟ بديت قبل سنة. قبل سنة؟ ايه. ومين اللي شجعك؟ ماما. ماما اللي شجعتك؟ ايه. حلو، وانت ميرال؟ مين اللي ساعدك؟ ماما. ما شاء الله. واليوم ما شاء الله تسريحتكم واحدة، اللبس واحد، الاكسسوارات واحدة، مين اللي لبسكم؟ ماما. ماما تنسقتنا يعني هذا اللبس. حلو، تحبين الألوان الملونة أنت ولا البيضة ولا إيش؟ لا، أحب اللون واحد عشان يصير أنيق. حلو، ليش يعني ميرال ليش تحبون اللون الواحد؟ بس كذا يعني. ليش؟ إيش الهدف؟ يعني تقول هي تحب اللون الواحد. عشان وشو؟ وعشان كذا، عشان نقول شافت صورتها ما تقول هذا اللون قديم. اوه، تخططين انت البعيد يعني، صح؟ عشان بعدين بعد كم سنة ان شاء الله تشوفون صوركم وانتم صغار تقولين والله هذا اللون مش قديم اذا كان ملون، اذا كان سادة الوضع عادي، صح؟ برافو عليكم. طيب ميرال، يعني انا عرفت انك تحبي التيك توك، صح؟ مرة كثير احبه. مرة تحبينه، ايش تسوين فيه؟ القص واسوي يعني تحديات. مع مين تحديات؟ مع نفسي. حلو، ايش التحديات اللي تسوينها؟ يعني اي شيء كذا. حلو، طيب تحديات ركس. حلو، اقدر اتحداك انا الحين؟ إيه؟ اسوي تحدي، يلا اعطيني تحدي. ما اعرف. ما اعرف. يلا بسيطة، حنسوي تحدي بس بعد ما نخلص الهواء، حنسوي تحدي انا وانتي. طيب؟ طيب، يعني لمر ايش الاشياء اللي بتحبي تقدميها للمتابعين؟ متابعينك ايش تقولين لهم؟ احب يعني اسوي لهم اسوي فلوجات. حلو. و كل يعني كل شيء، عرض ازياء. ممتاز. طيب ميرال، مين اللي يصوركم ومين اللي ينشر فيديوهاتكم؟ ماما. كله ماما، هي تلبسكم، هي اللي تصور لكم كل شيء؟ إيه. بابا ما يسوي شيء؟ يعني يساعدنا في اشياء بس يدلعكم، ها؟ إيه. حلو، طيب، يعني احنا شفنا انتم كمان تحبوا عرض الازياء، وقلتوا لي الفساتين انه ماما قدمتها لكم وسوت لكم اشياء ونشرت لكم الفيديو، واليوم هي كمان جايه معاكم، ايش تحبوا تقولوا لماما؟ ابدا معك ميرال. احبك ماما. حلو، وانت لمار ايش تقولين لها الماما؟ شكرا ان صممينا بس. حلو، تستاهل ماما. طيب لمار، ايش يقولوا لك صديقاتك في الاشياء اللي بتقدميها؟ يقولون يحمسون على التصوير، ويقولون لي يعني دائما يقولون هذه الاشياء حلوه اللي انت تصورينها، تحديات. حلو، طيب ماما هي اللي تصمم لكم الملابس هذه ولا تشتريها جاهزة؟ لا، في بعض الأشياء ماما، في بعض الأشياء لا، هي تصممها. هي تصمم لكم وتأخذ، يعني ما شاء الله ماما مصممة، صح؟ أيه.